ينضم إلي هاتفيا رئيس مركز الاستحقاق المحاسبي بوزارة المالية عبد الله المهدل. أهلا بك أستاذ عبد الله. بداية حدثنا عن تدشين هذه المنصة الافتراضية وكيف سيكون دورها في التحول إلى الاستحقاق المحاسبي. شكرا جزيلا، مساك الله بالخير. هي المنصة هي عبارة عن منصة تدريبية مبتكرة، الهدف منها تدريب موظفي الجهات الحكومية على التحول على أساس الاستحقاق ومعايشة الدورة المستندية المحاسبية، ليس فقط الجانب المالي وإنما كامل الإجراء منذ نشوئه. لها شقين، الشق شرح فيديو تفاعلي للموظف يقدر أن يتابع في الإجراء، ومن ثم يمنح الخيار للموظف في حال أنه رغب أنه ينفذ الإجراء بنفسه ويعكس سيناريوهات مبتكرة لنفس الموظف. الجميل هنا أنه بيكون لكل موظف يتعامل معه كأنه جهة مستقلة، فتكون له بياناته ويمكن إصدار البيانات الخاصة فيه. هو حلم لدينا كبير تحقق ولله الحمد، لم يكن من السهل الحصول عليه لكن بحمد الله تحقق. تواصلنا مع دول كثيرة ومعاهد عالمية، لم نجد مثل هذا الحل متوفر، لذلك جبنا حلول من خارج الصندوق والحمد لله بأيادي وطنية الحمد لله تحقق هذا الحلم. نعم، لكن أستاذ عبد الله، ماذا عن تطوير النظام المالي بالمملكة وكيف سيكون خلق مركز مالي على مستوى من المعايير والسياسات؟ جميل جدا، جميل جدا. نحن نتطلع إن شاء الله بنجاح التحول لأساس الاستحقاق وبناء المركز المالي، يكون هناك مركز مالي لكل جهة حكومية وكذلك مركز مالي موحد على مستوى الدولة، يتضمن أصول الجهات والتزاماتها مثله مثل القطاع التجاري مع حفظ الخصوصية للقطاع العام. التحول عندما يكون لدينا مركز مالي يوفر معلومات مكتملة ومحدثة ويمكن من قياس النتائج والأعمال التشغيلية للجهات. نعم، لكن ما الأدوار المناطقة للجهات الحكومية أستاذ عبد الله في مشروع التحول إلى الاستحقاق بحكم أن هذا المشروع مشروع مهم جدا؟ لم أسمعك، لو تعيد السؤال. أتحدث حول الأدوار المناطة بالجهات الحكومية في مشروع التحول إلى الاستحقاق بحكم أهمية هذا المشروع. جميل جدا، كما اتفقنا اليوم في اللقاء الأول للمدراء الماليين بالقطاع العام، الجهات الحكومية هم أبطال المرحلة. لقد بدأنا مرحلة تجريبية مع 4 جهات حكومية من وزارة الصحة ووزارة البيئة والزراعة والمياه ووزارة المالية وكذلك وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. نجاحات جميلة جدا، حققنا عايشنا الدور ورأينا كيفية التجربة وكيف نبني على الممكنات التي حققناها في المرحلة الأولى والثانية. المشروع الآن المرحلة الثالثة من المشروع وهي مرحلة الجهات الحكومية، هي مرحلة تشاركية بيننا وبينهم. وزارة المالية ستوفر الدعم والإشراف، والجهة الحكومية هي من سيكون عليها على عاتقها عملية التحول. معالي رئيس اللجنة التوجيهية في وزارة المالية ضرب مثال يقول أنه مثل المشعل. وزارة المالية بحكم أنها تعد الموازنة وتقوم بعمليات الصرف كان لها أن تحمل هذا المشعل، لكن حمل المشعل ثقيل ويحتاج أكثر من 400 جهة حكومية تحمل هذا المشعل لتحقيق الهدف. نعم، بتضافر الجهود ستتحقق الأهداف إن شاء الله. أكثر من 400 جهة حكومية، هذا تحدي مهم تحديدا لوزارة المالية. شكرا لك أستاذ عبد الله المهذل، شكرا معي من الرياض.